عتونسي رجعنا لكم من جديد مواصلين معاكم حتى لل11 وتواجه موعد بالقانون وين الموضوع يهم التهرب الضريبي. خنفسروا شنو معناها التهرب الضريبي، نفسروا زادة شنو التداعيات القانونية، هذا الكل مع الأستاذ أنيس زين في حوار لزميلتنا ريم الإنجليز. بالقانون، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم الناس الكل في بالقانون. في موضوع اليوم نحكيه على التهرب الضريبي، موضوع نتناولوه مع المحامي لدى التعقيب ميتخ أنيس الزين. ميتخ أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي إذاعة إكسبريس إف إم. شكرا لك ميتخ. مفهوم ومعنى التهرب الضريبي، أشكاله وشنو يقول القانون في حال أنه فما تهرب ضريبي؟ طبعا احنا نوصيه أنه كل شخص، كل مواطن للحفاظ على المواطن نتاعو ان يقوم باداء الضرائب المكفول بكونه يؤديها، لانه في ذلك هو حمايه للمجتمع، ولا وكذلك هو عنوان المواطنه، لانه بالطبيعه الخلاص الاداءات هو يخلي معناها الدوله عندها مورد رزق للقيام ب للإضافة الميزانية نتاعها وحتى تتمكن مواجهة المصاريف. هذا من ناحية. من ناحية أخرى نحكيه على التهرب الضريبي، هناك عديد الأشخاص المعنوية وكذلك الأشخاص العاديين. أشخاص معنوية نقصوا الشركات التي تقوم بالتهرب الضريبي، بالطبيعة لهنا هناك تتبعات تقع عن طريق مكتب الأدايات بالجهة عفوا، الذي يقوم بتتبع كل من خالف القوانين الموجودة معناها الموضوع. وإذا كان ثبت كونه هو يتهرب ضريبيا وقام بإما افتعال أو خبى أشياء معناها لم يقع التصريح بها، فإنه هنا بطبيعة باش يتعرض إلى تغطية مالية للقبض المالي من خزينة الدولة، تعود لخزينة الدولة أضعاف ما كان يمكن أن يدفعه. بالطبيعة الدولة ديما تبحث على الحلول السلمية والحلول الصلحية، وديما هناك حسب معناها يمكن معناها إصدار، عادة يقع إصدار عفو. العفو هذا يمكن الأشخاص الذين كانوا متهربوا من الضريبة أن يقوموا بالخلاص على مدة معينة، يقع تقسيط تلك المدة والقيام بخلاص الدولة، خلاص أقساط الأداءات التي المزمع خلاصها في السابق. شكرا لك مات، خلي وضحت لنا الموضوع هذا المتعلق بالتهرب الضريبي. مات خانيس الزين المحامي لدى التعقيب كان معنا اليوم في بالقانون.